إذا هدفنا اليوم إنه نبني 6 بلس 3 فيز فولي كنترول ريكتيفاير وناخذ منها اوتبوت وراح نحط بالبدايه ريزيستيف لود بعدين وراح نقيس كمان الافريج فولتج اللي موجود في البلوك. خلينا نبدا نبني فيه. بدينا احنا 3 فيز ما بنينا 3 فيز قبل هيك فخلينا ناخذ هلا بنروح على السيم باور سيستمز وبناخذ بدنا الكتريكلز. نعم بنينا صح بنينا 3 فيز طيب مش مشكله خلينا نبني هلا. فباخذ هدول راح اخذ بلوك هذا اي سي لازم نفتح فايل جديد اي سي فولتج سورس. اذا اي سي فولتج سورس هذا خليني اخذه بيشبه المثال اللي حليناه قبل شوي. فراح اخذ هذه هون البيك امبليتيود يكون اضرب لي 240 في جذر التنين. ٣٣٩. إذا هذا عشان يعطيني ار ام اس قديش قيمته؟ 240 فولت. وبعدين راح اخذ هذا اسميه الار اللي هو بيشبه الار فيز اللي عندي الار السورس اللي عندنا هناك. وبعدين راح انسخه بنفسه واخره ب 120 درجة و 240 درجة. إذا هذا راح اعتبره الاس راح اخره بمقدار 120 درجة. فهون الزاوية راح احط لاحظوا هاي ديجريز مش راديانز بدك تنتبه. إذا كانها راديانز بدك تحولها لراديانز هذه ديجريز هون. فماينس 120 يعني متأخر عنه ب 120 درجة وراح نعمل التي كمان والتي راح يكون متأخر كمان 120 درجة. ونفس الشيء هون الفريكونسي لاحظوا كلها 50 هرتز. هون نفس الشيء راح نعمل ناقص 240. أنا كان بإمكاني أعمل زائد 120 بس الاحسن نعملها ناقص 240 حتى نفهم انه واحد منهم. هلا راح اشبك هدول الثلاثه من هون راح اشبك هذا هون. هي صار عندي ستار كونكتد 3 فيز سبلاي. هلا راح نستعمل ايش نستعمل ال 6 بلس ريكتيفاير. فبدنا نروح هون على الباور الكترونكس راح نستخدم ديتيل ثايرستر. في عندي اظن كان ثايرستر اتاكد انه هذا بعطيني اللي بدي اياه ريزيستنس. اوكي راح هلا الفه ب 90 درجه فبنعمل فورمات روتيت بلوك كاونتر كلوك وايز وهذا راح اسميه هذا راح يصير رقم واحد. بعدين راح انسخه وهذا راح يصير رقم اثنين راح احطه هون ثلاثه راح تذكرين هذا ثلاثه اللي هو هون أربعة راح يصير اللي هو الآر بار خمسة اللي راح يصير هون وستة راح يكون هو الإس بار مش هيك. فصار عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. بعدين هلا بدنا نشبك الكاثود هون مع الأنود اللي هون الكاثود هون مع الأنود اللي هون وبعدين كمان اشبك الانود الكاثود مع الانود هون. هلا كمان بدنا نشبك الكاثود مع الكاثود مع الكاثود وراح اشبك كمان الانود مع الانود مع الانود. ايش بنينا الان؟ اي 6 بلس كنترولد فولي كنترولد 6 بلس ريكتيفاير. هلا في عندي مشكله بدي محتاج انا الفايل السنكرونايزيشن بلسز عشان اعرف امتى بدي اعمل فايرنج مشان لازم اعمل فايرنج بالنسبه للزيرو كروسنج تبعت ار او ار ماينس اس. فحتى اعمل هيك في بلوك عندي هون والبلوك اظن هذا اسمه خلينا نشوف وين موجود اكسترا لايبرري كنترول بلوكس اظن اسمه سنكرونايز 6 بلس جنريتر. ايوه سنكرونايز 6 بلس جنريتر هذا بلوك. طبعا هذا بلوك مبني فيه اشياء بداخله اذا انت بتكبس عليه كانك تطلع في عفوا ايش سؤالت شو هذا عشان يعطيني البلسز مش انا بدي 6 بلسز اعمل فايرنج لل مش الجيت لازم يجيها فايرنج متذكرين حتى يشتغلوا هدول الاس ار بس هذا الفايرنج لازم يكون بالنسبه لشيء معين. الحاله هاي راح يكون بالنسبه لار ماينس اس واس ماينس تي وتي ماينس ار اللي هم مسمينهم هون ايش؟ اي وبي وسي. فا اي بي يعني ار ماينس اس. اذا لازم ادخل هون حتى يعمل سنكرونايزيشن لازم ادخل فولتج من اي ماينس بي. حتى اعمل هيك بدي اخذ ميجرمنت بدي هون ميجرمنت وبدي فولتج ميجرمنت
هاي فولتج ميجرمنت راح احطها هون. خلينا هلا وبدي بعدين دي مالتيبلكسر لانه هذا راح يطلع منه البلسز من هون. فخليني اجيب دي مالتيبلكسر. خليني اخذ بس سلكتر اجرب، انا عمري جربتها اشوف اذا بتزبط بس سلكتر. طيب هلا شوفوا ايش راح نعمل. احنا ما حطيناش الباور جي يو اي، تذكرونا بعدين عشان نحط الباور جي يو اي مش راح نقدر نعمل رن الا اذا كانها موجوده. راح ازيح البلوك هذا كله هون، وراح ازيح هدول هلا انزلهم لتحت. هلا ايش بتلاحظوا في على هذا البلوك من هون؟ في عليه الفا ديجريز. ايش بتوقعوا الالفا ديجريز؟ الفايرنج انجل. بس هاي تذكروا انه المينيمم فاليو تبعها لازم يكون قديش؟ 30 بالنسبه لمين؟ بالنسبه لار. بس بالنسبه لار ماينس اس قديش؟ 60. هون عندي ار ماينس اس، فانا هون راح اعمل ار ماينس اس. شوف كيف راح ابني الار ماينس اس. راح اقيس الفولتج بين ار ماينس اس، راح ادخله على الفولتج ميجرمنت. فراح اخذ الان على هذا، خليني الفه هذا 90 درجه بصير ارتب. راح اعمل له روتيت بلوك كاونتر كلوك وايز 90 ديجريز لنشوف اذا بزبط. وهلا راح اخذ له هون هذا، راح اخذ له ار من هون، وراح اخذ له اس من هون. اذا هذا ايش بيقيس؟ ار ماينس اس. وراح ادخله هذا على الاي بي، فهذا صار زي سينكرونايزنج انفورميشن لهدول. ايش كمان بحتاج ادخل؟ تي اس ماينس تي. هذا راح اسميه حتى شوفوا راح اسميه ار ماينس اس. ار ماينس اس اللي هو لاين فولتج، هذا صار لاين فولتج. ونفس الشيء هون راح احط، راح اخذ من اس من هون ادخل عليه هذا. هون راح يدخل هو الاس، وهذا راح يصير اسمه اس ماينس تي. اس ماينس تي راح ادخله هون، والجهه الثانيه لازم يقيس تي. وبدي واحد ثالث يقيس تي ماينس ار. راح احطه هون وراح اسميه تي ماينس ار. هذا كمان لاين فولتج، وهذول بينهم. وهون راح اخذ، خليني ازيح هذا شوي لهون. ماي هذا دخل معي هون. هلا هذا لازم يقيس من التي، راح يجي خط من التي. لاحظوا البوزيتيف هو تي، حتى يكون تي ماينس ار مين لازم يدخل على البوزيتيف؟ تي. والنيجاتيف بدخل عليه ار. اذا هون خلينا ناخذ من الار خط. هاي صار عندي هذول الثلاثه السينكرونايزيشن. هذول مهم السينكرونايزيشن لانه البلس ما بصير تطلع باي وقت، بتطلع بوقت محدد. هلا الفا انا راح اتحكم فيها ككونستنت، بس شوفوا شو راح اعمل عشان ما حدش يغلط وننتبه على ال 60 درجه. المينيمم تبع الفا 60 درجه مزبوط بالنسبه. ليش حطيت 60 ومش 30؟ بالنسبه لار ماينس اس. اذا بالنسبه لار ماينس اس ما بصيرش الفايرنج انجل تكون اقل من 60. اذا راح اعمله، راح اخذ الان من اللايبرري براوزر، راح اخذ كونستنت بلوك. المفروض انه عندي اظن كونستنت بلوك هون، ما فيهم كونستنت بلوك. خليني اخذها من السورسز، راح اخذ كونستنت بلوك هون. كونستنت بلوك راح احطه هون، وفي كونستنت بلوك ثاني راح يكون هو الفايرنج انجل، وراح اسميهم اكوردنجلي. يعني هذا راح اسميه فايرنج انجل، وراح احطها بين قوسين الفا، وهذه هون مينيمم فايرنج انجل. وها راح تصير مينيمم فايرنج انجل، واللي هي قديش لازم تكون قيمتها؟ 60. اذا هون راح احط 50. بدك طبعا انت تتاكد انه البلوك باخذها بالانجل مش بالراديان. انا تاكدت منها، بس انت لو مش عارف شو بدك تعمل بدك تفتح هذا البلوك وتكبس على الهيلب. هلا اذا هون انا هذول التنين راح اعملهم، وخلينا نبدا احنا بفايرنج انجل زيرو حتى نتاكد انه بيطلع معنا الافرج فولتج اللي احنا نتوقعه. هلا هذول ايش راح اعمل فيهم؟ بدي اجمعهم بالاول، عشان لو انا حطيت زيرو من هون قديش تكون المينيمم فايرنج انجل بالنسبه لار ماينس اس؟ 60، ما راح تنزل عن 60. اذا بدي اجيب هلا هون سامينج، شيء بيجمع. روح على الكومن يوز بلوكس، بدي سامينج او سامر. هي سامر. السامر هذه راح اخذها هون، راح ادخلها هذا الجزء، هذا الجزء، والاوتبوت وين راح يروح؟ الفا ديجريز. اذا عندي هذا الجزء الان جاهز.
فهون انا لو حطيت الفايرنج انجل 0 راح يدخل للبلوك 60 بالنسبه ل ار ماينس اس. البلوك بلوك هو زي انيبل. اذا كانكم اخذتوا بالديجيتال لوجيك في شيء مرات بدخل على البلوك بيعمل انيبل. هلا هذا مش محطوط انيبل، ايش مسمينه؟ بلوك معناها هو العكس. يعني اذا دخل عندي 0 بكون ما في بلوك، واذا دخل 1 بكون بلوك. فليش راح ادخله؟ حتى اعمل له انيبل حتى يشتغل. ادخل له 0. اذا راح اخذ هذا الكونستنت نفسه زي ما هو واحطه هون، وشوف ايش راح اسمي هذا البلوك، ايش بنسميه؟ بسميه انيبل لانه احنا حاطينه 0. اذا هذا هون انيبل. اذا هذا هلا السينكرونايز 6 بلس جنريتر جاهز. كم بلس لازم يطلع منه؟ 6 بلس. طب طالع منه هو اوتبوت واحد، كيف؟ فاهمين السؤال؟ دي مالتي بلكسر، هذا الاوتبوت واحد هو خط واحد بس داخله كم سيجنال؟ 6. اذا كيف بدي افرزه الان؟ كيف بدي افرز ال6 سيجنالز هذول؟ باخذ الدي مالتي بلكسر. انا اخترت شيء ثاني اسمه بس سيلكتر، حابب اشوفه لانه اظن انه البس سيلكتر ممكن يفرجيني شو السيجنالز الموجوده. ما مبين. طيب راح اعمل هون الاوتبوت هذول، اعملهم كانسل. طيب خليني ارجع اذا على الدي مالتي بلكسر، ما بعرف ليش مش مبين معي هون. راح نرجع ناخذ دي مالتي بلكسر. اذا راح ارجع هون كومن يوز بلوكس، ونروح على ناخذ دي مالتي بلكسر دي ماكس. هاي دي مالتي بلكسر. كم اوتبوت لازم احط لها؟ 6. اذا بعمل دبل كليك عليها وبحول هذا لستة. هي صار عندي هدول جاهزين عشان اقدر اشتغل فيهم. طيب هلا متذكرين الواحد 2 3 4 5 6؟ هاي انا برقمهم 1 2 3 4 5 6. المشكلة الوحيدة انه هذا البلوك لسبب معين بطلع 2 3 4 5 6 1، بس هذا اللي كنت تعرفه. يعني اول واحد مش واحد، اول واحد 2، رقمه 2. فراح اخذ هذا 2 وين راح ادخله؟ خليني حتى اعمله هيك. عفوا على الجيت لازم. واضحة الفكرة؟ فاهمين؟ بدل ما ارتبهم 1 2 3 4 5 6 اعطاني 2 3 4 5 6. فانا الواحد 2 مضطر ادخله على رقم اول واحد على 2، وبعدين اخر واحد راح يكون 1، هذا راح يكون 1. يعني هذا ايش راح يصير؟ 3. فراح اخذه من هون اجيبه هون، وبعدين ادخله هون. هي 3، بعدين عندي 4 بدي يروح على 4 اللي هو هون. خليني احاول ابعد هذول شوي عشان اوسع مساحة. راح ازيح هذول كلهم هيك. فعندي هلا راح اخذ هذا، راح يصير عندي 4. هي 4، بعدين عندي هون 5. بعدين عندي 6. واخر شيء عندي هذا راح يكون 1. اذا عندي البلوك هذا جاهز. هلا شو ناقصني؟ ايش لازم اعمل؟ انا مش مدخل الباور على هذول، مزبوط؟ لازم ادخل عليهم ار واس وتي طبعا بهذا الترتيب، لانه احنا هاي لما رقمناها 1 و4 شو معناها؟ لازم يدخل هون. لما دخل رقمنا هاي 3 و6 شو لازم يدخل هون؟ اس. وهذا هون لازم يدخل تي. وار لازم يكون ليدنج اس باي 120 ديجريز، واس ليدنج تي باي 120 ديجريز. اذا خلينا اسحب خط من ار من هون، راح اسحبه هيك مباشره. هاي ار عندي اس. خلينا ننزل هذول لتحت شوي. اسحب خط من هون من اس، واس راح احطه هون مباشرة. وبعدين اخر شيء عندي تي، راح اسحبه هون مباشرة. هي عندي تي. اذا هلا صار عندي كل شيء جاهز، ناقصني هلا الجي يو اي، وناقصني
شوف ايش راح اعمل، راح احط اسيلوسكوب على الاوتبوت فولتج عشان نشوف شكله، وراح احط افريج ميجرمنت ديفايس. في السيم باور سيستمز في شيء اسمه افريج ميجرنج ديفايس. خلينا بس اعطوني 5 دقائق خلينا نخلص هاي. عندي اذا بتروحوا على السيم باور سيستمز في اصلا ميجرمنت سيم باور سيستمز، او خليني هلا بس احط اسيلوسكوب ونشوفه المره الجايه بنكمل. اذا سينكس راح اخذ سكوب هون، والسكوب هلا بقدرش اشبك السكوب على السكوب على الكهرباء مباشره، ايش لازم احط بينهم؟ بدي فولتج ميجرمنت، فراح اخذ واحد من الفولتج ميجرمنتس اللي موجوده هون، وهذا راح اخذه احطه هون، راح الفه 90 درجه فورمات روتيت بلوك كلوك وايز 90 ديجريز، وهذا الاوتبوت اللي راح يروح. هلا الانبوتس عليها راح اخذ الدي سي فولتج اللي موجود هون الاوتبوت، بس هذا ما راح يكون بيور دي سي. ايش كيف راح يكون شكله؟ كم بلس فيه؟ 6 بلس راح يكون دي سي في ريبل. راح ناخذ هذا هون، هاي هذا جاهز، ضل ناقصني بس ايش؟ جي او اي. اذا راح نروح على السيم باور سيستمز حتى نجيب جي او اي، اظن موجود هون يمكن. هاي باور جي اي بس بحطه هون. هلا هيك احنا جاهزين نعمل رن، ما بدنا 10 ثواني طويل، راح اعمل بس 200 ملي سكند. المفروض هلا نقدر نعمل رن، خلينا نتاكد ونشوف. الفايرنج انجل زيرو فالمفروض يطلع معي الفولتج كله كامل. هلا السبب يمكن هون لازم نحط ريزيستيف لود، خلينا نحط ريزيستيف لود عليه. أظن برانش سيريز ار ال سي برانش لود، هي هذا اي واحد ممكن يدفع. خلينا نحوله لريزستر، راح احط قيمته مثلا 10. بعدين ال ال بعدين بنعملها، لانه هون بس بدي افرجيكم ال، لانه هون عم بعطيني هلا هذا صار ار، راح احطه الان هون، راح الفه 90 درجة، راح نشبكه هون، خلينا نعمل رن مرة ثانية. في عندي ايش غلط بالفارق؟ شو الغلط بالفارق؟ عندي ار و اس و تي، ار ماينس اس اس ماينس تي تي ماينس ار اس زيرو طيب خلينا اتركها بشوف نشوف شو المشكله مره.